بما أننا على أبواب عيد الأضحى، قلت ضروري باش أنني نشارك معكم علاش كيحتفلوا المسلمون بهذا العيد وما قصة الذبيح إسماعيل. وخا أنا عارفكم تبارك الله عليكم عارفين القصة، ولكن قلت من باب التذكير، وإذا كانوا عندكم أيضا شي وليدات تسمعوها لهم باش حتى هما تكون عندهم واحد الفكرة ومن باب الثقافة. تابعوا الحلقة إلى الآخر باش تستفدوا. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى أنكم تكونوا على ما يرام. اولا هنيئا للشباب والشابات اللي شدوا الباك ديالهم، راني كنتسنى منكم شي عراضه. وبالنسبه للناس اللي جاتهم الاستدراكيه فكنقول لهم بلي انه باقي عندكم 15 يوم، حاولوا انكم تحيدوا التليفونات ديالكم وتخاصموا مع مواقع التواصل غير في هذه المده الخفيفه دغيا دغيا، وحاولوا باش انه تعطوا كل ما في جهدكم وتركزوا، وربي يكونوا اكيد ما غاديش يخيبكم. اما بالنسبه للناس اللي اجتهدوا ولكن ما قدروش انهم يتفقوا، فانا كنقول لكم بلي ماشي مشكل، والحياه ما كتوقفش ولعله خير، والحياه هي عباره على فرص، فعقبال العام الجاي ان شاء الله. المهم في الحلقه الماضيه كنت سولتكم هناك قوم ما تيدخلوا لا للجنه ولا للنار، اذا فين تيكونوا؟ وجواب تقريبا جلكم كان هو الاعراف، وما عندي ما يتسالكم. اما الناس اللي صرحوني وقالوا لي بلي انهم ما عرفوش الجواب، فحتى نتوما ما عندي ما يتسالكم على الصراحه ديالكم. اما سؤال حلقتنا اليوم غادي تكونوا عارفينه، صحابي عز به الله الاسلام وهربوا منه الشياطين، شكون هو؟ المهم ما عندكمش الحق انكم تخطئوا في هذا الجواب، انا كنتظر لتحت الاجابات ديالكم في التعاليق. ما نزيدش نتعطل عليكم اكثر وخليونا نبداو في حلقتنا اليوم. فاسمحوا لي اذا كنتو كتسمعوا الضجيج نتاع لاكليم، ولكن خصكم تعرفوا بلي انه هذه الاونه الاخيره ما يمكنش لي نصور لكم بلا بها، لحقيتاش الموت ديال الصاد، عذروني وقولوا لي لتحت في التعاليق اذا كانت كديرونجيكم باش نحاول انني نطفيها. وصف لنبدا. كيحتفل المسلمين كل عام في العاشر من ذي الحجة بعيد الأضحى اللي خصو مولانا لقصة الذبيح إسماعيل والأب ديالو سيدنا إبراهيم. هاد المعلومة كلنا عارفينها. دابا أجي نحكي لكم القصة بالتفاصيل ديالها. فمن بعد ما رجع سيدنا إبراهيم من مصر لفلسطين، رجعت معاه سيدة سارة ومعها سيدتنا هاجر اللي كانت كتخدمها وكتخدم حتى رجلها خليل الرحمن واللي هو سيدنا إبراهيم. غادي يمشيو يستقروا في بيت المقدس. غادي تدوز الايام والسنين والسيده ساره كتكبر في العمر، وكانت كتشوف في راسها وفي الزوج ديالها بالنظره ديال الاشفاق، وتتقول لراسها كون غير كان عندنا شي ولد تقر به اعيننا. وكانت في ديك الوقت ما كتنجبش، كانت عاقر، فشنو دارت؟ فوخا كانت كتمنعها الغيره ديالها وهذا الامر اللي هو طبيعي، فبدات كتفكر باش انها تعرض على الزوج ديالها سيدنا ابراهيم هاجر المصريه الجاريه التي وهبت لساره من فرعون مصر، واللي كانت تعرف بجمالها والحسن ديالها الشديدين، واللي كتعيش معاهم وامنت بدعوه ابراهيم خليل الله. الايام كانت كدوز وهاجر ما كانتش عارفه في شنو كتفكر ساره، هي مشغولة بالأعمال ديالها والعبادة حتى أصبحت نقية النفس وقلبها متصل بمولانا، حتى أراد الله باش أنه يجازيها بجزاء الشاكرين وغادي يرفع من قدرها فوق النساء العصر ديالها، ويكون ذكرها خالدا طيبا إلى يوم القيامة. ففي واحد اللحظة إيمانية غادي تقول سارة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، يا خليل الرحمن هذه هاجر كنوهبها لك عسى أن يرزقنا منها الله ذرية. في هذه اللحظة غادي تفكر سيدنا إبراهيم الوعد ديال مولانا باش أنه يوهب ليه ذرية طيبة، حيتاش كان دائما كيتمنى باش يكون عنده الولاد، وكان وعده مأتية. غادي يوافق عليه السلام من الزواج بسيدتنا هاجر، وغادي تحقق ليه الوعد ديالو، وغادي تحمل سيدتنا هاجر، وغادي تولد ولد سماوه إسماعيل. وكان عمر النبي انذاك ابراهيم عليه السلام 86 سنه، وهذه المعلومه ما عرفتكمش واش عارفينها ولا لا، ولكن سيدنا اسماعيل عليه السلام تناسل من ذريته سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. المهم غادي تولد السيده هاجر اسماعيل عليه السلام في بلاد الشام قريبا من بيت المقدس في مدينه الخليل اللي كانت تدعى قديما بقريه حبرون. لما ولدت هاجر اسماعيل عليه
السلام غتشعل نار الغيرة في قلب سارة، وما بقاتش قادرة أنها تحمل تشوفها ولا حتى تشوف الابن ديالها. غادي تطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام باش يبعدها عليها باش ما تبقاش تشوفها، حيتاش كانت سارة كتغار من هاجر أشد غيرة. سيدتنا هاجر غادي تعرف بهذا الخبر بلي أنها غادي تمشي تعيش في أرض مكة المباركة، غادي تسلم أمرها المولانا، وكان عندها يقين بلي أنه ربي ما غاديش يضيعها. غيهاجر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام المكة المكرمة، وكان ذلك بأمر من الله تعالى، هو اللي أمره باش أنه يطيع سارة اللي طلبت منه باش أنه يخرج هاجر وولدها إسماعيل عليه السلام إلى مكة، هذيك البقعة اللي غادي يبارك فيها مولانا للعالمين. غيجيب لهم البراق اللي غادي يركب عليه سيدنا إبراهيم وهاجر وولدهم إسماعيل، وغادي ينزلوا بوادي غير ذي زرعين، لا ماء ولا شجر ولا ظل ولا حياة، صحراء. فسيدنا إبراهيم غادي يشوف مرته هاجر وإسماعيل واحد النظرة نتاع الرأفة، بقاو فيه حيتاش هو مضطر أنه يخليهم ويمشي. فاش غادي يبغي يخليهم ويرجع، غادي تعلق به سيدتنا هاجر في حوايجه وغادي تطلب منه باش أنه ما يخليهمش. سيدنا إبراهيم غادي يسكت، غادي تعاود تسولو أكثر من مرة سيدتنا هاجر وما كانش كيواجبها. في الأخير غادي تسولو إن كان هذا الأمر من الله تعالى أم باختيار منه، غادي يجاوبها وغايقول لها بلي أنه أمر من الله. في هاد اللحظة غادي تهدم سيدتنا هاجر وعلمت بلي أنه مولانا ما غاديش يضيعهم، لا هي ولا الابن ديالها سيدنا إسماعيل، علما أنه ما كانش مع سيدتنا هاجر شي طعام إلا واحد القليل من التمر، وكانت هزة معها واحد شوية ديال الماء. هذا أمر ديال الله ولا رد على حكمته. غادي ينطلق سيدنا إبراهيم وغادي يدعي، وقد جاء ذكر ذلك الدعاء في كتاب الله تعالى حيث قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سيدتنا هاجر غادي تسلم لهذا الأمر ورضات بقضاء الله وصبرات صبرا جميلا، وبدأت كتعيش من ذيك المكلة اللي جبت معها حتى سالت كلها، وبدا كيضرها الجوع والعطش، وما لقات ما تعطي لولدها من وسط ديك الصحراء، لا ظل ولا ماء ولا شجر. بدات كتبكي وحاولات انها تفكر دير لراسها شي تخرجه من هذا الوضع اللي هي فيه. غادي تخلي ولدها وبدات كتقلب على طعام لهم وتبحث عن اناس باش يغيثوهم املا منها انها تلقى اللي عتقها هي ولدها من داك الهلاك. فكان جبل تاع الصفا هو اقرب جبل لها، مشات ليه وبدات كتطل لعل وعسى انها تلقى شي حد، ما لقات حتى حد وهي تهبط من جبل الصفا، وبدات كتجري مره اخرى حتى وصلت لجبل المروه، وقفت عليه وبدات كتقلب على شي حد انه يساعدها، ولكن ما لقات حتى شي حد. فبقات كتمشي وكترجع بين الصفا والمروة على هاد الحال سبعة ديال المرات، وكأنها تسعى بحثا منها على شي شخص يساعدها بالماء أو بالطعام. ما غادي توصل لجبل المروة غادي تسمع واحد الصوت، غادي تسكت باش تسمعو مزيان، وغادي تمشي كتجري للجهة فين كاين الابن ديالها سيدنا إسماعيل، وغادي تلقى ملكا من الملائكة عند بئر زمزم كيبحث بالجناح ديالو حتى غادي يخرج الماء. في ديك اللحظة بدات كتجمعو في يديها وكانت كتحط في ديك القريبة اللي كانت هزة معها، والماء كيخرج بكثرة، غادي تشرب من ماء زمزم ورضعت حتى الابن ديالها. وأصبح هذا هو السعي ما بين الصفا والمروة اللي بدات سيدتنا هاجر، واللي هو ركن من أركان الحج والعمرة لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أيطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. غادي يبشر هذاك الملك باش أنها ما تخافش على نفسها وحتى على ولدها من الضياع في بيت الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أهله. غادي يبشرها لأنه الابن ديالها إسماعيل عليه السلام غادي يرفع قواعد هذا البيت هو والأب ديالو سيدنا إبراهيم عليهما السلام. غادي يمر بهاجر والابن ديالها وهم في مكة المكرمة، واحد القبيلة عربية من جرهم اللي غادي يكونوا أسفل مكة، وغادي يشوفوا شي طيور كيدوروا في السماء، وغادي يعرفوا بلي أنه هذا النوع ما كيحوم إلا إذا كانت في شي بلاصة فيها الماء. غادي يشكوا واخا كانوا بلي عارفين أنه ديك البلاصة اللي هما فيها ما فيها لا ماء ولا سكان ولا حتى شي حاجة، ولكن غادي يصيفطوا اللي غادي يجيبوا لهم الخبار باش يقطعوا الشك باليقين. غادي يصيفطوا غلامين يقلبوا لهم على الماء، غادي يرجعوا والماء معاهم، وقالوا لهم بداكشي اللي لقاو. غادي تمشي هاد القبيله لموضع بئر زمزم، وكانت سيدتنا هاجر ابنها اسماعيل عليه السلام تما. ديك القبيله غادي يشوفوا داك الخير اللي نازل من الصخر، وغادي يستاذنوا سيدتنا هاجر باش انهم ينزلوا عندها.
فوافقت على ذلك شريطة أنهم ما يكونش لهم حق في ذاك الماء، حيت هذيك العين ديالها هي وديال الابن ديالها، غادي يسكنوا تما هما والأهل ديالهم، وفرحات بنزولهم حيتاش كانت تحب الأنس. غيكبر إسماعيل عليه السلام وبدا كيسعى في المصالح ديالو، وغادي يفرح سيدنا إبراهيم به، غادي يبدا يرافقه في الحياة وهو عنده آنذاك 14 سنة. واحد النهار غادي ينعس سيدنا إبراهيم وغادي يشوف في المنام ديالو بلي أنه كيذبح سيدنا إسماعيل ابن ديالو. رؤيا الأنبياء كيف ما كنعرفوا فهي وحي، وهنا عرف سيدنا إبراهيم عليه السلام باللي هذه إشارة من عند مولانا للتضحية. ما غاديش يتردد وغادي يسلم الأمر ديالو لمولانا. ما قالش علاش هذا الأمر من عند مولانا ولا جاه شي سوء ظن، لا، قدر يتغلب على الوسواس ديالو وغادي يمشي يخبر بهذا الرؤية لولده سيدنا إسماعيل، لقوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمن بعد ما غادي يقول ليه الأمر ديال مولانا سينال الطاعة، وحتى هو غادي يسلم أمره، وكان مالك الأعصاب ديالو وواثق بلي أنه خاص يأدي هذا الواجب ديالو، وهو كان غلام وصدق الأب ديالو، وخا قال ليه بلي أنه شاف منام فيه هو خصو يتذبح. فهاد اللحظة كان الرضا واليقين، والجواب ديالو كما جاء في الآية: يا أبتي افعل ما تؤمر. وهذا دليل بلي أنه هاد الأمر ما كانش خالعه، ولا غادي يفقدو الرشد ديالو ولا الأدب ديالو ولا حتى المودة اللي عنده تجاه الأب ديالو. فلما غادي يستسلم غادي يتفرش على الأرض مثل الذبائح، وهنا فين غادي يبدأ يسمي سيدنا إبراهيم عليه السلام ويكبر، وسيدنا إبراهيم غادي يشهد، وها هو حط سيدنا إبراهيم الموس على العنق ديال ولده إسماعيل، ولكن ما ذبحوش. ونودي من الله عز وجل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وحصل المقصود من اختيارك وطاعتك، وفديناه بذبح عظيم. وكان كبش أبيض اللي غادي يشوفوا سيدنا إبراهيم عليه السلام مربوط في جبل مكة، وهذا الشيء باش بقى هذا الموقف مخلد ليومنا هذا، تكريما لسيدنا إبراهيم والابن ديالو سيدنا إسماعيل عليهم السلام. وأصبح عيد كيحتفلوا به المسلمين بهذا الذكرى مع موسم الحج كل عام. وهذه هي كانت قصة حلقتنا اليوم اللي كنتمناها أنها تكون نالت إعجابكم، وكنتمنى أنني نكون وصلت عليكم بطريقة جميلة ومبسطة. فما تنسونيش من الدعم ديالكم أنكم تضغطوا على زر الإعجاب، حيت هذا الأمر كيشجعني وكيخليني باش أنني نستمر. وأكيد كيف دائما عودتوني على كلامكم طيب في التعليق، أنا في انتظاره. من غير هذا، الناس جداد اللي التحقوا بالعائلة ديال القناة ديالنا كنقول لكم مرحبا بكم وألف مرحبا نورتونا، والناس اللي هما أصلا من الدار فالدار داركم، وخذوا راحتكم. عواشركم مبروكة، دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو في مقاريب. سلام سلام.